احنا صح. لا دلوقتي مش ضعف. الرائج ان الحب ضعف، ده اللي كل الناس بتتكلمه، ما هو ده الحب الحب الغير ضعف. متزن، الحب اللي يعمل ضعف ده هو الحب الغير طب متزن. ليه الحب يعمل ضعف لما يكون ايه ايه لو ايه انا ايه ايه المدخل السيء الذي يفسد الحب؟ اول حاجه الابتزاز، عدم ادراك الحقوق، يعني ان انا ابقى انا الام، دايما اقول الام هي بالنسبه لطفلها هي الاخر، فالام بتبقى بتفرط في اعطاء الحب ظنا منها ان هي كده تحمي ابنها وتدي له كل الحنان والعطاء والكلام ده خليني كله. أسألك سؤال يبدو شوية مش بريء، بس هو حقيقة بريء. يعني هي الأم بتعمل كده وهي قاصدة إن هي تصل إلى تملك طفلها؟ بنسبة كبيرة وهي مش واخدة بالها. طب هي بتعمل كده ليه؟ جزء منها هي بتشعر إن حلو الطفل أول معنى جزء دوت، منها. حلو أول معنى دوت، إن هي بتعتبر إن طفلها جزء منها، فما ينفعش إن حد تاني يشاركها بجزء منها. بالظبط، للأسف ده طبعا تصور خاطئ جدا. يعني اللي انا لما اجيب طفل لازم يبقى عندي قناعه ان الطفل دوت هو للحياه، لنفسه للحياه، فانا بعمل دوري، هو فقط دوري، ماليش دعوه بالنتائج. يعني انا دوري هو اني اربي هذا الطفل، انا سبب من اسباب ان الطفل ده يترعى كويس. انا اقول لحضرتك مشكله كده عندي في الاستشارات وانا بدرب الناس برضو، بيبقى في مشكله ان يفهم الشخص اللي بيحب ان انا ما اكونش حياه كل اللي انا بحبه. طبعا. لان انا لو بقيت حياه كل اللي بحبه، طب انت لو كنت الام في حياه كل حياه ابنك، طب هو اذا كان هو ولد هيعيش ازاي، هيتعلم او هيتعلم بنت او هيعيش حتى بنت ازاي. هتتعلم ازاي ان في حد يحميها، وتتعلم ازاي التعامل مع الجنس الاخر اللي هو بيكون رمزه ابوها. فازاي نقدر نخرج او نوصل هذا، نوصل الام، يعني نخرج الام من هذه المنطقه الخطر ونوصلها الى المنطقه الحسنه، والاب برضو على أهم فكره برضو حاجة بالمناسبه. يعني الأب بيبقى أقل شوية خطرا على الأطفال على من فكره الأم. الله يبارك في حضرتك، لان انا كنت عايز اقول كده بس خفت قلت ايه يعني لا تيجي من ده. لا انا دي اظن في حقيقة، دي شعور حقيقة. بيبقى على الام حاجه تقول لنا اللي هو ابني وانا حره فيه، بالظبط ابني بالظبط عامل فيه اللي انا عايزه. بالظبط. هي لكن الاب شويه بيبقى، عشان بحكم ان هو الاختلاف ما بين الرجل والمراه هي اكثر عاطفيه. يعني لازم اخد بالي من كام حاجه مهمه جدا وانا بتعامل مع ابني. اولا ان انا النموذج للاخر مش امه، نموذج للاخر يعني ايه؟ يعني المجتمع. الكلام ده صعب على الامهات شويه يا استاذ. شويه عارفه والله، بس احنا بنحاول كده. بس انت اللي قلتيه. انا اللي قلته. لا ولا